ازيك يا ميدو؟ الحمد لله. انا جايب لك ريدل جامد جدا. ايه ده، جيت في ملعب تاني؟ تعال. Are you ready؟ جاهز ان شاء الله، كله بفضل الله. بص يا سيدي، بيقول لك there was a man walking on a sandy desert. اوكي؟ اوكي. Every time he looked behind, he didn't see any footprints. And there was no strong wind that day. Explain. عاوز ايه بقى؟ فسر كده، شوف انت فهمت ايه. كان في رجل في الصحراء ماشي، ما بيلاقيش لما footprints، اثار الاقدام، لما كان يبص ما يشوفش اثار الاقدام بتاعته. وما كانش فيه strong wind، ما كانش فيه رياح. Explain بقى ايه الموضوع ده، غريب يعني. كان بيطير مثلا، مش معقول يعني في بني ادم هيطير يعني. فكر كده، فكر. ماشي، وكل ما يبص وراه ما يشوفش اثار اقدام، وماشي في صحراء، ماشي على رمل يعني. الموضوع غريب جدا. لا يكون ماشي على ايده. عشان ما انا بقول لك فوت برينتس، مفيش فوت برينتس، اثار اقدام، ما في اثار ايد. لا، حاجه مش على، انت مش على ايدك. لا ايوه، مش ماشي على ايده. عارف ولا مش عارف؟ غلب حمار ده تاني وتاني وتاني. تاني وتاني وتاني. ماشي، يعني غلب حمار تاني يعني. مش هنسيب بقى الإجابة في الكومنتس، إيه اللي عارف الإجابة. أوكي.